يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك مواجهة هامة حينما يستضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري في 6 مساء على استاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. يسعى الزمالك خلال اللقاء إلى تجاوز نتائجها السلبية خلال الفترة الأخيرة وتحقيق انطلاقة قوية في مجموعته بدوري الأبطال والتي تضم إلى جواره مع الفريق الجزائري كل من الترجي التونسي والمريخ السوداني.